صحاباتي كي داير لاباس بخير شي تعاودوا كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله. ودابا انا على غفله جالسه في الدار حتى كنشوف الثلج كيصب وانا نقول علاش لا ما نشاركش معكم هاد الثلجه هادي يلاه كطيح. يلا غندور الكاميرا ونسجل معكم اصدقائي الاعزاء وحبابي وحباباتي. كيفاش يطيح دابا الثلج عندنا؟ هادي اول موجه ديال الثلج اللي كطيح دابا. نتمنى يجي الثلج بزاف لان كيعجبني باش نزلق ونزحلق ونوريكم وندير معكم شي بلوغات في الثلوجات. هذا انتم راه كيطيح الثلج والله اللي فرحني انا الثلج ملي كيطيح كنولي ناشطه ماشي بحال شي بعضين اللي الا طاح الثلج كيخليهم شويه ديبريمي. لا بالعكس انا الثلج واو كيعجبني. ودابا انت كاع الحيوانات وداكشي اللي خرجوا كيعجبهم يتمشاو في الثلج. يلا حباباتي مزيان لان مجيت الزنقه ما تيبانش ولكن انت راه كيطيح لي دابا على يدي انت كيوت. اليوم ارى برع الثلوجات ورا برع الشيشان. شوفوا 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 من دابا شويه غنوليو نتزلق نتزحلقوا في الجليد. دابا كنصور لكم من الجهه اللورانيه ديال الدار اللي كيبان فيها فريمون كيبان راه كيطيح. سي سي كلارو بوينو يباتي الكسكس ماندالي هاتو ميرا ميرا. شوفوا 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 كيفاش يطيح الثلج تبارك الله ما شاء الله تبارك الله حسن. الله يتكواخا ونصور فيديو ب سميتو عليه نتابع دابا نوقفو ونتابعو ملي يولي الجو طيح مزيان الثلج وبدا الجو كيدير حيت دابا الشتا ما كتخليش تابعه الشتا ما كتخليش يدير يجمد. دابا ملي دير الشتا توقف شوية الشتا غادي يجمد غادي نصور الفيديو بأنه كيفاش جمدات الدنيا وكيفاش عمرت الثلج. يالله ما تزابيوش تابعوني. شوفوا غير من شي ما كملش 10 دقائق شوفوا كيولات الدنيا ولات بيضاء وشويه وغم اللي غادي يتجمع الثلج في الارض لان دابا الثلج فازقه الارض فازقه باردون الا نشفت الارض سيغمون غادي تجمد الدنيا وتولي تلوج 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 كاع اللي الدنيا ولات بيضاء شتو. هبطت لتحت باش نسجل معكم الثلوجات وانا العب في الثلج زي اي احد يلعب في الثلج. وغادي نوريكم دابا نقلب الكاميرا ونخليكم سي 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 ناري الثلج راح لنا الثلج قد الثلوجات. هنا نيت ما غديت you
نكملوا هذا نكملوا الدجاج نكملوا هذا ديال الدجاج المونيكو ديال الدجاج ونطلعوا بحال هكا السلام اصدقائي وحبابي وحبابتي كنتاسف بان داك الفيديو اللي سجلت اللي كنت نسجل ديال انني كنلعب في الثلج وداكشي وكندير داك المونيكو ديال الثلج وانا على بالي راه باقي كيسجل الموبيل هو راه الموبيل طفى طفى وتوقف الفيديو وديك اللقطه الاخرى اللي درت فيها اللي سجل اللي درت كملت فيها داك المونيكو الثلج درت ليه المنيخير بفخيز زويا وكاع داك التخربيق كله قديتو لقيت راسي ما كنسجل والو كلشي داكشي مشى في مشى في سميتو عليه وكنتاسف لان ديك اللقطه ما يمكنش نعاودها لان دابا واخا نبغي نعاودها الشتا كتصب دروكا وكاع هبطت داك الثلج اللي كاع كنا درنا انا درت واحد وواحد جارتي هي وليداتها داروا واحد اخر حداهم تما وسميتو عليه وهاديك من جات الشتا حنا دخلنا في حالتنا خلاص بدات تصب الشتا دخلت في حالتي وسميتو عليه لقيت راسي ما مشجلاش هذيك الكماله ديال داك المونيكو اللي درتو قاديتو داكشي واستسمح ونتمنى هاد الشوي كي كانت الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم وبارك الله فيكم والله ويلا الفيديو القادم ان شاء الله ومع السلامه.